سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي. النهارده جايبه لكم الكابتن للاستيراد. استيراد ايه بقى؟ جميع لعب الاطفال، عشان احنا طبعا مش ناسيينهم، عشان كده عملت لهم الفيديو ده وجبت لهم المكان ده. بس في الاول هقول لكم مكانه فين. في محافظه بورسعيد، في شارع التلاتيني قدام معرض المزدلفه. الكابتن في محافظه بورسعيد، في شارع التلاتيني قدام معرض المزدلفه. وزي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، ده المدخل المحلي عنده. زي ما اتفقنا هو مستورد جميع لعب الاطفال، كل دي حاجته هو. هندخل دلوقتي جوه ونشوف ايه العروض الجامده اللي هو عاملها للاطفال. دي دباديب الواحد ب25، لكن هو عامل عليها عروض الخمسة ب100. الواحد لوحده ب25 جنيه، لكن لو اخدت خمسة على بعض هيبقوا ب100 جنيه. تمام، ماشي. مثلا البنورة دي عاملين عليها عرض الواحدة ب35. البنورة دي؟ اه، الواحدة ب35. والصغيرة دي الواحدة ب5. ودي الواحدة ب5 جنيه. تمام، ماشي. بس اللي هي بعجل كده. في حضرتك ده طبق تايواني عاملين على عرض ب5. طبق ده الطبق ده بتاع الاطفال؟ اه للاكل. والله ب5 جنيه؟ ب5 جنيه. اه ماشي، تمام. في حضرتك دي لعبه تنميه مهارات للطفل من بدايه سن 3 سنين وما اقل ممكن. طب ممكن تفتح؟ ولا مش هي في واحده من يعني ايه بقى واشرح هي دي حضرتك مثلا تنميه مهارات. الطفل لما بيجي مثلا يمسك اللعبه او حاجه بيمسكها كده. اه لا، هي بتعود ايده هو يمسك حاجه قطعه يجيبه قوي ده، بيحس يحل المشكله ان يجيب الحاجه من هنا يوديها الناحيه الثانيه. اه دي تنميه مهارات، دي عامله على عرض واحده ب35. واحده ب35. تمام، ماشي. قول لي بقى كده، مثلا ده صلصال بني، ده صلصال من الشركه ذات نفسها. اه اشكال نقطعها كده. اه تمام، اشكاله كل حاجه. صلصال. اه بكام ده؟ ده ب95. ب95، حلو. في مثلا دي وصلنا على عرض عربيه اللي هي برق بنزين، دي عملنا على عرض ب45. دي حضرتك بتحط لها حجاره وبتقعد تتحرك وتنور. ب45. ب45 ده لانش بوكس؟ لا، في شنطه جواها عروسه فروزن والادوات بتاعتها. مثلا اه بكام دي؟ 75. جديده شكل جديد، في منها فروزن وفي منها ال ال جديدة عشان يبقى شكل الشكلين. ب75 جنيه. اه طبعا عرفت الاطفال دي عاملة كام. دي عاملة 130. دي عروسة بكاسيتينها بالشنطة ومعاها جزم اللي هي بتعمل اكسسوارات. هنا بقى العروسة الصغيرة دي، العروسة دي ب45، هي الأشكال الجديدة دي. وفي دي ب35، وماشا طبعا والدب دي شخصية معروفة جدا. اسمها ايه؟ ماشا؟ اه ماشا والدب، دي عاملة 45. 45؟ وفي منها الكبيرة طبعا. دي الكبيرة بكام بقى؟ 145. في الأكبر كمان ب 195. مستويات. اه ده اسمه ايه ده؟ ده بازاتير، دي اللي هو شخصيات توي ستوري. في منهم بازاتير جي سي، وفي طبعا وودي. هو أسعارهم ايه؟ ده 45. حلو، سعر حلو. وطبعا عندنا الجزء المحتوى ده اسئلته اللي هي الالعاب الجماعيه اللي بتستخدم في المسابقات الرحلات الكلام ده، مثلا اونو تشينا كونكت فور. في طبعا حاجات تنميه المهارات برضو الاطفال اللي هم بيحبوا حاجات اسمها ليجو. اه الليجو كذا نوع، اللي هو النينجا
في توي ستور برضو، في كذا نوع من ليجو. دي مكعبات؟ دي اه دي مكعبات ليجو صغيرة. وفي طبعا اللي هي الكرتون اسمه يوجي، بكذا نوع طبعا. ده ايه؟ يوجي، ورق يوجي كده الاطفال بيحبوه. وفي طبعا الجزء اللي تحت الشطرنج، في منه البلاستيك وفي الخشب، بحيث الناس يكتبوا الخشب الخشب بتاع المسابقات وكده. الصبارة عاملة كام؟ عاملة 150. يا لا هي فعلا متحركة ومتكلمة كله. اه طبعا. في حضرتك اه لعبة عاملينها على عرض جديد اللي هي جينجا طبعا، نزلها على صفحتي. دي لعبة تنمية مهارات، دي بتتلعب اكتر من فرد، تلاتة او اربعة فرد. تلاتة او سن كام سنة؟ هي من بتقول من بداية ستة، لان هي لعبة ممكن تكون صعبة على الازر من كده شوية. ستة. دي لعبة جينجا اللي هو مبنى خشبي، هي تنمية مهارات عامة، مبنى خشبي يفوق كذا واحد بيلعب ضد بعض. دي صورته؟ دي صورته؟ يعني هم المفروض يكونوه كده؟ هو المفروض بيتكون اصلا بيكون كامل، بس كل واحد بيسحب بلاطة من هنا مترقمة، المفروض بيسحبها من غير ما يوقع المبنى، اللي بيوقع المبنى هو اللي بيكسب. ممكن يلعبوها بأحكام، يلعبوها بأي فكرة، بس هي الفكرة دي فكرة مثلا اللعبة. لا لا عرض 75 جنيه. حلو. ماشي. طبعا دي الشخصيات، دي طبعا ساعة الحبار، مسلسل الحبار، دي ساعة وبوبت مع بعض. وفي دي طبعا الشخصيات، دي باربي، في فروزن. دي عاملة كام دي؟ بالمطبخ بتاعها دي عاملة 190. جميلة. وده طبعا ليجو برضو. طبعا الليجو فيه كذا منه اشكال، ده ليجو مثلا 401 قطعه، في ليجو 1000 قطعه، في ليجو 246 قطعه، ليجو مختلف بقى في بس بتهيألي مختلف في السن يعني. لا هو كله في السن، بس الليجو مثلا اللي بيلعبه لازم يبداوا المراحل، ما يعني ينفعش مثلا يبدا بالألف على طول، لا يبدا بالصغير ثم الاكبر ثم الاكبر ثم الاكبر. لعبه بناتي واولادي دي؟ هي ليها بنات بس حاليا البناتي خلصان. لا البناتي خلصان. بناتي خلصان. ده عامله كام دي؟ دي كاسات دي عامله 240. طبعا الاطفال اللي بيحبوا المسدسات كده جايبينهم اسلحه ببجي، ده سلاح معروف جدا في ببجي اسمه اون فور. ده خرج جيل، خلاص الثاني اللي بيعور ده اتمنع طبعا، في بقى دلوقتي خرج جيل ما بيعورش. خرج الجيل. طب كويس، يعني صحي وما يعورش فعلا. تمام. ده عامل كام ده؟ ده عامل 230، ده اللي هو السلاح ده. ده كبير ده. ده كبير. ده اسمه بيقولوا عليه اسمه فارج، بس هو سلاح يعني معروف قوي. هو بيبقى بندقية كده ومسدس مع بعض. ماشي. وفي طبعا هافر بورد. يعني الحاجات دي اللي هي ايه متناول الناس كلها، يعني لو حد عايز يجيب لعبه حفيده وبنته ابنه الحاجات ده يعني فاهمني. احنا على قد ما نقدر بنحاول نجيب، يعني كل ما هو ناقص عندنا وكل ما هو مطلوب. مثلا لما بنلاقي عندنا في نقص في لعبه معينه او حاجه او كرتون معين، بنحاول على قد ما نقدر توفره. مثلا يعني كان عندنا مشكله ان هو في شخصيه قليل لما بنلاقي يلعب ليها اسمها سونيك، انا دورت عليها. ايوه عندنا. سونيك عامله كام بقى سونيك دي؟ 135. 135 جميله حلوه. لكن ما فيش واحده لوحدها. لا احنا قد ما نقدر نجيب منه دباديب سوفت طبعا زي اللي حضرتك شفتيه مع الكبار اللي عاملينها عليه معاك، بس هي طبعا صعب شويه، بس بنحاول على قد ما نقدر نجيب. عشان يعني تبقى في تناول الناس كلها.
عارفين طبعا لعبة السمكة دي جميلة بتعجبني، ده في منها مقاسات اه ما شاء الله، ودي الصغيرة دي بقى كبيرة قوي جميلة، بتعجبني انا قوي اصلا. يعني احنا الوقت عندنا 3 ماتشات، الصغيرة والوسط والكبيرة. الوقت اجيب لكم السعر، الوقت اقول لكم اسعارها. انت ممكن تقول له اسعارهم معلش دول؟ طبعا. الصغير والوسط والكبير؟ دي 60 60 95 95 145. فظيعة الكبيرة دي. جميلة. في طبعا حاجة برضه نازلة جديد اللي هو الاكستريفون وبيانو. اكستريفون وبيانو. في نفس الوقت تحت في عصاية العزف اكستريفون. والله. ده؟ بيانو. ده 2 في 1. ده عامل كام بقى؟ ده عامل 230، في الصغير منه عامل 120. حلو. حاجه جديده ده. في طبعا الاطفال نازله ترند الفتره دي اللي هي العربيه اللي بيرموت وبساعه. العربيه اللي بيرموت وبساعه، ممكن تتحكم بيها بالريموت او بالساعه. والله يعني لو انت لابس ساعه تتحكم فيها بالساعه. يا سلام. حلوه دي. ده عامله كام دي؟ دي عامله 580. في طبعا فيها مقاسات. يعني النازله الجديده دي نازله سعرها طبعا عالي شويه، بس طبعا عشان يعني نازله هي فيها امكانيات كتير. في طبعا منها مقاسات، في دي وفي في 580 وفي 600 وفي 990. اه يعني ده يعتبر اصغرهم. دي يعتبر اقلهم. وطبعا اي حد في اللي هي اللي عايز يعرف امكانياتها، في اللي هو البورت بتاعها يقدر يعرف منها كل امكانياته وكل حاجه. صح صح. ده معسكر حرب ده؟ لا ده حاجه شبه المطار ترافيك كامل يعني. بيظبط كأنه مرور طيارات بقى عربيات بوليس. حلوه بكام دي؟ يعني شايفه الالعاب بقت متطوره كده. في طبعا حاجات كتيره جديده نزلت. دي عامله 190. وفي طبعا الدكتوره المشهوره اللي اسمها دكتور كعبول. اسمه ايه دكتور كعبول؟ دكتور كعبول. ده اللي هو المفروض كان معاكي جهاز بيشتغل طبعا بحجاره. معاكي المستلزمات بتاعته كل حاجه، وانت المفروض بتصلحي له سنانه، يعني دكتور سنان بالظبط، بس تصلحي له الصلصال، هو عباره عن صلصال وانت بتصلحيه بقى بالجهاز. يا سلام حلوه دي جديده. دي بكام دي؟ دي 175. حلوه دي. في طبعا العربيه دي برضه عربيه بساعه، بس ساعه مختلفه شويه عن الثانيه. الساعه اللي كنت بقول لحضرتك كنت بتحركيها بتحرك ايدي، لكن دي ساعه انت معاكي بقى جهاز تحكم بتلبسيها وفيها زراير بدل الريموت، بقت ساعه وبتتحكمي. يا سلام. دي عربيه كنا منزلينها برضه على صفحتنا. دي كام بقى؟ دي عامله 280. 280. وفي ده بقى الجزء للاطفال ما بين سنه وخمس اشهر، احنا حاولنا على قد ما نقدر نجمعه في جزء واحد. دي كلها حاجات تنميه مهارات. دي زي اللي انا شفتها بره؟ لا حاجه بس دي فكره جديده. ودي طبعا ضمه، يعني دي اكتر لعبه ضمه اشكال تنميه المهارات مع بعض. ده مكعب فيه 6 اوجه، كل شكل فيهم تنميه مهارات مختلفه، بيكمل من 18 شهر لتلات او اربع سنين. ده عامله كام دي؟ دي عامله 195. ده مكعب حلو جدا جدا جدا. ده حلو. وفي طبعا تنميه مهارات من حته الرسم من سن 3 سنين. حاجات رسومات موهبه بقى. لا بتنمي موهبه وبتبدا تدلهم على طريق معين. دي برده حاجه تنميه. وطبعا ما نسيناش الاطفال اللي عندهم سنه. جبنا لهم حاجات لعبه اللي هي الفراغات. يعني ايه؟ في حضرتك فراغات ومعاهم اشكال، المفروض كل شكل بيخش في الفراغ بتاعه. الطفل اللي عندهم سنه، دي من بدايه سنه. يعني دي من بدايه سنه؟ تنميه مهارات السنه. والسنه يقدر يعمل الحاجات دي؟ بتنمي مهارات. والله. في اشكال بالهبل طبعا. ده بكام دي؟ دي 150. وفي طبعا حاجات تنميه مهارات لسن 6 شهور. يا راجل. ما شاء الله. دي اسمها حاجه اسمها كتب القماش. معروفه برضه عن كتب القماش تنميه مهارات 6 شهور. يعني ايه؟ اشرح لي معلش عشان انا بعيد شويه عن الموضوع ده. هي كتب بيبقى فيها جواها حشوه زمار كده، المفروض الطفل لما بيمسكها
بيدور على الزمارة دي، وهو بحيث ما هو بيدور بيقلب بيشوف اشكال وبيحاول يحفظ شكلها وبيعرف شكلها. وفي نفس الوقت هو الاطفال في السن دي بيحطوا حاجه بقهم دي قماش يعني يعني ما تش هتضره. يا سلام التطور ده، ده انا بعيد كل البعد عن الموضوع ده. ده زي البيانو والتليفون زي اللي شفناه هنا. ده الصغير. وفي طبعا في حاجات الناس بيحب الحاجات البازل كده، فجبنا لهم البازل 1000 قطعة وخشب كمان 1000 قطعة. حلو ده، انا بحب البازل ده. ده عامل كام ده؟ 250. مرخيص مش غالي. ما هو كمان وخشب ويعني لا يدوب ولا يكسر ولا اي حاجه. طبعا دي العاب تنميه مهارات لسن بيت 6 سنين، اللي هي حاجه اسمها الميكانيك، حاجه التركيب بقى بتدله على حته التركيب شويه. يعمل اشكال في العدد، ومعاه كتالوج طبعا جوه بيساعده. دي بتنمي حته عنده حته التركيب شويه. اي حد مثلا لما بيجي لي يقول لي عايز حاجه للعيل عنده 6 سنين او حاجه، على طول تقول له اللعب، اقول له دي عشان تديله نفع قدام الحاجات تنميه مهارات. ايه طولين ايه؟ الحاجات اللي اسمها سكوشي بتبقى اسماء طريقة الاعصاب كده، بس تبقى بقى طبعا اشكال مختلفة واشكال دي بكام دي يعني عاملة من كام لكام مثلا؟ كلها كده طرية؟ ب25 والله. وبرضه للاطفال بتهيألي صح؟ للاطفال برضه بس بلاش الاطفال اللي عمرها صغير يعني مثلا بيعضوا الحاجه دي، لان دي وهله خطر على شبه الكريم. مش خطر، انا مش عارف هو ده لسه في من بس هي كده مش خطر، لان لو خطر احنا مش بنعمل. بس انا اصلا ممكن تضره ولا تضره، بس هي كضمان ليه تحط حاجه غريبه كده؟ كضمان ما بداش الاطفال اللي هي تحط حاجه بقى اللي هو لازم يكون واعي الحاجه اللي هو دي عشان يكون ضامن. في طبعا جزء المكعبات كل ده جزء المكعبات المكعبات كبيرة بحيث ان الطفل ما تبقاش مكعبات تنمية مهارات اللي هي البازل المكروه على طبعا في دي طبعا اللي هي الشخشيخه وعضاله سيليكون في نفس الوقت. الشخشيخه بحيث الطفل لما يجي يمسكها مثلا هو ايده بتخش جوه يقدر يمسكها وبيقدر يعض فيها وبتاع. وسيليكون عامه بكام دي؟ دي ب 25. حلو الشكل ده وفي الشكل ده برضه سيليكون، وسيليكون طب للاطفال كله. كويس حلو. مسدسات، المسدس ده ايه؟ ده مسدس صوت، صوت عادي لونه ملفت. ده بقى حاجة نزلة جديد، قرش بيتحرك في المياه، يعني تملي البانيو مياه وحطيه فيه والطفل يلعب بيه بالريموت ويتحرك براحته عادي. حلو قوي، عجبني جدا. دي لعبة بقى شبه الطاولة، بس هي مش طاولة، دي فريقين بيلعبوها، حد يختار اللون الأبيض وحد يختار اللون الأسود، بيعدي الأستك ده، اللي يعدي اللون بتاعه الأول هناك هو ده اللي بيبقى كسبان. وفي من الظهر في لعبتين. في المسدس ده بقى الكبير ده بيضرب أسهم، سعره 470 جنيه.
عامله كام؟ الحاجات الكبيره دي عامله كام؟ على حسب طبعا. من كام لكام؟ من البونش الحاجات المشهوره ده عامل 230. الشلبي طبعا عامل 375، ده بحيث لانه من احسن الخامات عندنا. خامه الفرو كده. هو اللي عاجبني ان انتوا مهتمين قوي بالطفل، تحس ان هو ايه يعني، ما تجيبوش حاجه تضره يعني، حاجات مفيده. مسؤوليه برضه. مسؤوليه. كتر الف خيرك، شكرا جدا. شكرا. محل الكابتن لاستيراد لعب الاطفال في محافظه بورسعيد، شارع التلاتيني، قدام معرض المزدلفه للسيارات. وزي ما انتوا شايفين المحل فيه كل المستويات، الرخيص والغالي والوسط، الكبير والصغير، بناتي وولادي، حتى سن شهور. يعني عجبني جدا ان هم مهتمين بسن شهور، جايبين لهم حاجات تنمي المهارات. يعني بصراحه عجبني جدا الفكره دي، عندهم حاجات كتير جدا لتنميه المهارات من سن شهور لغايه 6 سنين و7 سنين. حلو جدا. وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم.